ان احنا كلنا يا ريت ان احنا كلنا نرتب مع بعض اذا سمحت. انا اخترت الترتيله دي عشان كلنا عارفينها وكلنا ننبسط منها ونتعزى بيها كتير، ترتيله قام حقا. قام حقا قام رئيس السلام، هللويا هللويا، الرب قام، مريم قد ذهب هبت فجر الأحد بأطياب وحنوت للجسد، ويسوع قام حقا وانتصر. وإذا الملك دحر جال حجر، أما مريم فكانت خارجا ببكاء ترى قبرا فارغا، نظرات يسوع كشخص غريب، ولا تدري أنه شخص الحبيب. فقالت يا تبكي يا سيدي، أين ربي وحبيبي أجده؟ فقال لها يا مريم أبشري واذهبي لإخوتي وأخبري. مريم قد مضت لرسله الكرام بنداها بشرات يسوع وقام، ويسوع نفسه جاء وسطهم، ولهم قد قال سلام لكم. أراهم يديه أيضا جنبه، ففرحوا حين رأوا شخصه. هللويا قد تحقق الخبر، هللويا قام حقا وانتصر، هللويا لمخلص البشر، هللويا شوكة الموت كسر، هللويا قام رئيس السلام، هللويا هللويا الرب قام. شكرا جزيل الشكر ان انتم معايا، وحاسس بروحكم معايا في الترتيلة.
واخترتها لكم عشان انتوا بتحبوا الترتيلة دي، كلنا بنحب الترتيلة دي خالص. كل سنة وانتم طيبين، المسيح معاكم ويحافظ عليكم. موضوعي النهاردة مع حضراتكم عن عطية نور الحياة، وهل احنا متمتعين بعطية نور الحياة ولا لا؟ الأسابيع كلها بتاعت الخمسين عن العطايا الجزيلة اللي بيديها ربنا لأولاده. يعني في عطايا بتجيها لكل الناس، الشخص العادي ما يحملش همها، الأكل والشرب والسكن والحماية وكل دي، بيقول يشرق شمسه على الأبرار والأشرار ويمطر على الصالحين وغير الصالحين، وحتى بيقول أنتم أفضل من عصافير كثيرة، بياقوت العصافير وبياقوت فراخ الغربان، بيعطي الكل. لكن في عطايا خاصة بيعطيها للمؤمنين بيه، للناس اللي هم أولاده ومؤمنين بيه، بيعطيهم عطايا خاصة، ودي موجودة في الأناجيل بتاعت الخمسين المقدسة. فأول إنجيل في الخمسين المقدسة اللي هي لما المسيح ظهر علشان توما مخصوص وتثبيت إيمان توما، قال طوباهم الذين آمنوا ولم يروا. مين دولة اللي آمنوا ولم يروا؟ ده فربنا إدى تطويب لأولاده، طوباهم الذين آمنوا ولم يروا، يعني هيكون في إمكانية الإيمان بدون الرؤية بعمل الروح القدس جوانا. ده الحد الأولاني. الحد الثاني بنسميه الكنيسة خبز الحياة. لما اتكلم السيد المسيح على اتحاده بينا ومباركته لينا داخليا من خلال الخبز والدم، من خلال جسد ودم المسيح، جه أعظم عطية في سر الإفخارستية، إنه من يأكلني يحيا بي، يثبت فيا وأنا فيه، سر التناول. وربنا وأنا بقول يا رب هيئ لنا سر التناول بأقصى ما عندك وبأقصى سرعة. ده الحد التاني. الحد التالت ماء الحياة. وقلنا عطية ماء الحياة هي عطية الروح القدس بمفعوله الجديد في العهد الجديد. الروح القدس كان يعمل في العهد القديم بس بطريقة محدودة، لكن الروح القدس بيعمل في العهد الجديد بطريقته الخلاصية. وعشان كده لما كلم المرأة السامرية كلمها عن الماء الحي، وقبل كده كان المسيح قال إنه الماء الحي ده اللي هو الروح القدس بصفاته الخلاصية التي تدخل الفردوس، ده هيعطى بعد ما المسيح يتمم الخلاص. لكن قبل تمام الخلاص كان الروح القدس لا يعطي العطية الخلاصية لسه، لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد، لكن يعطي صفات تانية ويعطي حاجات تانية إلا الحتة الخلاصية دي في العهد الجديد. نشكرك، نشكرك يا رب يسوع المسيح إنك تعطيتنا روحك القدوس الذي وصلنا إلى الفردوس نفسه، ونقدر نحيا بقيادة الروح القدس في حياتنا. النهاردة الأحد الرابع عطية نور الحياة. ما هي عطية نور الحياة؟ وبعدين هل أنا متمتع بيها؟ وكيف أتمتع بيها؟ موضوع عميق جدا جدا، هنقوله ببساطة خالص وهنجيبه من كل الكتاب. أول حاجة، المسيح هو نور العالم، وأي نور موجود في حياتنا عبارة عن انعكاس من نور المسيح، مش مننا. النور الموجود في حياتنا ده إحنا ما نقدرش نعمل حاجة في حياتنا، لكن نور في حياتنا ونقاء في حياتنا ده انعكاس من نور المسيح، لأنه قال إيه؟ قال أنا هو نور العالم. ده المسيح اللي بيقول من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. آدي الموضوع بتاعنا النهاردة، موضوع نور الحياة. ده نور الحياة ده مين ياخده؟ اللي بيتبع المسيح. أنا هو نور العالم،
وفي موضع تاني قال أنتم نور العالم. إيه الفرق بين الاثنين؟ أنا هو نور العالم، المسيح بيقول هو النور الحقيقي النور الإلهي، لكن أنتم نور العالم، ده بنورك يا رب نعاين النور، زي ما بيقول في المزامير بنورك نعاين النور. النور بتاعنا مأخوذ منك، عشان كده هو بيقول أكد أنا هو نور العالم النور الحقيقي، من يتبعني لا يمشي في الظلمة لكن هديله هدية. إيه الهدية يا ربي؟ هديله نور الحياة. ودي بقى إيه هتعمل في الإنسان؟ إنسان جديد خالص، في واحد عنده نور الحياة أو واحد ما عندوش نور الحياة. عن إن المسيح هو النور الحقيقي، دي شفناها في الكتاب المقدس كذا مرة. النور بتاع المسيح ده نور من عنده هو، ده بيسموه النور الحقيقي. عشان كده حتى لما بنقول للست العذراء نقول نعظمك يا أم النور الحقيقي، هو النور الحقيقي. ويجي مثلا على جبل التجلي لما أخذ 3 من تلاميذه، يقول تغيرت هيئته قدامهم، وشه بقى يلمع أكتر من الثلج، وقعوا التلاميذ على وشهم من كثرة هذا النور العظيم، لمحة من النور الحقيقي بتاع المسيح، صار وجهه مضيء أكتر من الشمس. والنور كمان اللي ظهر لشاول لما كان شاول واخد رسائل عشان يحط المسيحيين في السجن، يقول إيه الإنجيل؟ أبرق حوله نور، نور المسيح، نور قوي جدا، لدرجة شاول ده اتعمى فقد بصره ولم يستطيع إن هو يرجع بصره تاني إلا لما راح عند حنانيا، وحنانيا شفاه بإيد ربنا ويرجع له البصر بتاعه. وتغير شاول بعد النور بتاع المسيح ما ظهر له وأصبح بولس الرسول. فمرة موسى النبي ظهر له المسيح في العهد القديم، وبعدين موسى قال له أرني مجدك، أرني مجدك يعني ملء المجد بتاعك. السيد المسيح جاوبه قال إيه؟ لا يستطيع أحد أن يرى مجدي ويعيش. معناها النور الحقيقي بتاع المسيح ده إحنا مش هنقدر نشوفه بالكامل إلا في الأبدية. النور الباهر جدا بتاع المسيح ده مش هقدر نعينه إحنا إلا في الأبدية، لأنه قال لموسى النبي لا يستطيع أحد أن يرى مجدي ويعيش، مش هيقدر مش هيكمل. وبعدين حط موسى ده في حفرة كده وعدى من وراه، وحتى بعد كل ده موسى لما نزل لقوا وجهه عمال بيشع من النور. فالنقطة أن المسيح هو النور الفريد من نوعه، بنسميه النور الحقيقي، لكن بنورك يا رب نعين النور. أنت يا ربي اللي تشرق علينا لما احنا نكون ماشيين حياتنا معاك، تبص تلاقينا انعكاس من نورك. عارفين زي ايه؟ زي القمر، نور القمر عبارة عن انعكاس من نور الشمس، هي الشمس اللي مليانة إضاءة، لكن القمر معتم، لما يوصل له النور بتاع الشمس يضيء القمر. فاحنا بنفس الطريقة لما يوصلنا نور المسيح ياخد احنا منه نور، اللي هو نور الحياة، اللي هو الفضيلة دي ان حياة الانسان تنور على مثال النور اللي يديه المسيح. وطبعا دي نشوفها واضحة في حياة الرسل وحياة القديسين. اما نرسم لهم صورة، نيجي على رأسهم كده ونعمل هالة من نور. ايه الهالة من النور دي؟ يعني دولت اخذوا نور من نور المسيح. أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. كل القديسين دولة الهالة المنورة دي تبقى إيه؟ تمثل نور الحياة. يجي مثلا متى العشار، لاوي عند مكان الجباية، وقاعد في الفلوس وقاعد في الحاجات دي، لكن لما أبرق عليه نور المسيح قال له اتبعني، فترك كل شيء وتبعه وتمتع بنور المسيح، حل جواه نور المسيح كحاجة انعكاس من نور المسيح. وكل الرسل النور بتاعهم هو من نور المسيح.
يا ربي هل أنا عندي عطية نور الحياة لو أنا بمشي مع المسيح؟ هو بيقول كده، أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فأنا لما أتبع المسيح وأقرأ كلمته وأتعلم من الإنجيل وأشوف المسيح يعلمني تصرفات شكلها إيه، ينعم عليا بحاجة جميلة جدا اسمها نور الحياة، اللي هي العطية بتاعة الأحد الرابع من الخمسين. هو عدو الخير كان ظلم قلب الإنسان، الشيطان ظلم قلب الإنسان، خلاه يكره وخلاه يعمل حاجات صعبة، لكن المسيح له كل المجد. كل الظلمة اللي كانت في القلب دي غيرها المسيح، وملى الإنسان بحياة نورانية. لعلكم تتذكروا استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، قد إيه استفانوس ده لما هم بيرجموه بيقولوا صار وجهه منير، ومش بس الوجه منير والقلب مملوء بالمحبة. يعني الشيطان يحط في قلب الإنسان كراهية، المسيح يحط في قلب الإنسان محبة، ويقول أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم. استفانوس وهو بيرجموه امتلأ قلبه بالمحبة وقال يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، معلش سامحهم يا رب، هما مش فاهمين بيقولوا ايه، مش فاهمين بيعملوا ايه، يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. فعلامة مهمة ان انا ابتديت اخد نور الحياة، العطية بتاعت نور الحياة، انها تنور في قلبي، تنور في طريقتي في التفكير، تنور في الحاجات اللي انا بحبها. فمثلا لما واحد يقول ايه بحب العالم، يقوم يجاوب الشخص التاني، يجاوب الانجيل، يقول محبة العالم اصل لكل الشرور. لما انا اكون عمال بحب في الحاجات العالمية، طيب دي اصل كل الشرور، يبقى النور، نور الحياة ده مش واصلني. يقول لا، في نهاية رواية الكاس الكون يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته تزول. مهم خالص إن إحنا نتأكد إن قلبنا منور بنور المسيح كانعكاس من نور المسيح. طيب نفترض واحد قلبه مليان بالشهوة، يبقى برضو لسه ما تمتعش بعطية نور المسيح، لأنه بيقول الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تلد موت. 3 خطوات كده ورا بعض في رسالة يعقوب، شهوة حبلت تلد خطية، خطية إذا كملت تلد موت. فبص ألاقي نفسي إن أنا تعبت جدا، وعلامة إن أنا لسه ما خدتش عطية نور الحياة. الفرق بين ال5 عذار الجاهلات والحاكمات إن الحاكمات كان مصابيحهم متقدة منورين، قام على إنهم It's not allowed. برضو It's not letting it work. راح صوت خالص. العذارة الحاكمات، الفرق بينهم بين العذارة الجاهلات إنه العذارة الحاكمات كانت مصابيحهم متقدة، يعني خدوا العطية بتاعت نور الحياة من ربنا. طيب الإنسان ده، دي تاني نور اللي هي انعكاس نور المسيح على الشخص اللي كي ما يضيء قلبه ويضيء تصرفاته ويضيء حياته ويفرحه بأفراح المسيح. كمان استنارة العقل، استنارة العقل، إن العقل يكون مستنير مش مظلم. عطية نور الحياة تخلي العقل مستنير ومرتاح، والعين والقلب مرتاحين. زي بالظبط عكس كده لما كان في إنسان مريض به روح شيطان، يقول الكتاب يقول عنه إيه؟ أعمى وأخرس ومجنون. كان هذا المريض مسكين قوي، يقول الكتاب عنه مريض
مجنون وأعمى وأخرس. أول ما المسيح شفاه وأخرج منه الشيطان، الشيطان يخلي الإنسان كده أعمى شايف وأخرس ومجنون. الحاجة الصح تبقى قدامه غلط، الحاجة المعقولة تبقى قدامه وحشة، لأن الشيطان غالب عليه. فكان هذا الإنسان مجنون وأعمى وأخرس. أول ما المسيح طلع منه الشيطان شوفي بالكامل، وابتدى إيه ياخد نفسه وابتدى يتحسن، بدل النظرة بتاعته كانت عمية وخالصة، فهي نور الحياة يستنير العقل، يستنير القلب، تستنير العينين، تتغير حياة الإنسان نتيجة الاستنارة دي. جاء على بالي دلوقتي القديسة مريم المصرية. كانت القديسة مريم المصرية قديسة جميلة المنظر، جميلة جدا جدا، وطبعا الجمال اللي هي موجودة فيه أي حاجة موجودة عندنا دي بندها لنا ربنا، لكن هي مسكينة أبيوزد الحكاية ديت، واستخدمت الجمال بتاعها استخدام مش مظبوط، وبعدين ابتدت تسمع على الناس اللي بيروحوا الأراضي المقدسة، وعشقت إنها تروح تتمتع بالأراضي المقدسة. وطب يا رب هتعمل إزاي؟ وهي جاية تركب السفينة زيها زي الناس الباقيين، لقت إيد بتصدها بتقول لها لا إلا أنت ما ترجعي، ما تطلعيش مع دول. فعلى طول عقلها اللي كان مظلم مسكينة بظلمات الشر ابتدى يوصل لها نور الحياة، وقدمت توبة كبيرة جدا جدا، وقد إيه ربنا خلاها تتمتع بنور الحياة، وأصبحت إنسانة جديدة بنسميها القديسة العظيمة مريم المصرية السائحة، لأنها تتحولت بعد كده إلى إنسانة سائحة. تعرف عارفين الإنسان السائح ده لما تقول له أنت عنوانك إيه؟ يقول معرفش، ولا في شوارع ولا حاجة. هتاكل إيه؟ ربنا هيأكلني. هتعمل إيه؟ ربنا هيعملني كل حاجة. أنا حياتي في إيد ربنا. ده أقصى الدرجات بقى السائح، الأنبا بولا السائح، قديسة مريم المصرية السائحة، ده أقصى حاجة بقى غير الأديرة، يعني دي حاجة أعلى كتير قوي، لأن واحد لا عارف عنوانه ولا عارف أي حاجة، لكن هو تمتع بنور المسيح بحيث خلاص عقله مستنير، عينه مستنيرة، قلبه مستريح، متمتع بنور الحياة الأبدية اللي هو بيقول عنه نور الحياة. النهاردة الأسبوع ده عطية نور الحياة، الاستنارة بنور الحياة. في الإنجيل النهاردة عمال بيتكلم على تطبيقات، تطبيقات نور الحياة، فبيقول إيه؟ النور معكم زمانا يسيرا فسيروا في النور. يعني معيشتنا على الأرض دي فترة صغيرة، وإحنا لازم نستغل الفترة دي إن إحنا نصير أبناء النور. ما دام لكم النور، يعني ما دمتم عايشين على الأرض، آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. وبعدين في الإنجيل النهاردة يقول إنه ناس كتير ظهر عليهم إن هم آمنوا بالنور، ولكن ما عملوش أي أعمال توري إن هم اعترفوا بالإيمان بتاعهم. معناتها إن أنا متمتع بنور المسيح، أول حاجة تظهر عندي إن أنا أعلن إيماني بالمسيح، مش مجرد كده، لا، أعلن إيماني بالمسيح. ففي الإنجيل النهاردة بيقول لم يعلنوا إيمانهم لأنهم خافوا من الفريسيين، علشان ما كانوش مستنيرين بالإنارة بتاعت الروح القدس والإنارة بتاعت نور الحياة، عشان كده ما قدروش يعترفوا بالمسيح. القديس أغسطينوس له عبارات جميلة عن عطية نور الحياة،
تعمل إيه في الإنسان؟ أول كل حاجة يقول أن المسيح يعطينا الإيمان بالآب، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به. يعني أول حاجة في إشراقة نور المسيح علينا إن يوصلنا إن إحنا دم أولاد ربنا ونعرف الآب. لما فيلبس قال للمسيح أرنا الآب وكفانا، قال له هذا زمان ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب. يبقى إذا أول حاجة أتمتع بيها لما أرى نور المسيح إن يعرفني بالله الآب، أعرف إن ربنا ده أبويا أنا. ما أقدرش أعرف إن ربنا أبويا إلا من خلال نور المسيح وعمل المسيح معايا. بيقول إيه كمان القديس أوغسطينوس؟ عندما تستنير الحواس بتاع الإنسان الاستنارة اللي هي من نور المسيح، يقول إيه؟ يقول يظهر لك جماله وعظمته فتسبحه. تبتدي يكون قدامك عظمة جمال المسيح وتسبحه. دايما بنقول احضر التسبحة، والتسبحة ما فيهاش حاجة انك انت بتقول له اعمل لي اي حاجة، انت بتقول له انت جميل يا رب، انا بحبك يا رب، انا عايز اغني لك. التسبحة هي عمل الملائكة، وانا لما بحضر التسبحة واشجعكم كلكم تحضروا التسبحة، مش عاوزين من ربنا اي طلبات اثناء التسبحة، نقول له بنحبك يا رب. فالقديس اوستينوس بيقول اول حاجة عندما تستنير يظهر لك جماله وعظمته فتسبحه. تاني حاجة يظهر لك شناعة الخطية فترفضها. ربنا اما انت تقرأ انجيله وتتبعه ويديلك عطية نور الحياة، تبص قدامك على الخطية دي تقرف منها وتخاف منها، تقول إلا دي إلا دي ما أقدرش أعمل دي، وتبقى خلاص أنت واضح إن أنت الاستنارة الداخلية دي خليتك ما تقدرش تعمل الحكاية دي. تالت حاجة القديس أوغسطينوس بيقول إيه؟ يكشف لك كثرة عطاياه فتشكره. واحد يبقى واقف قدام ربنا مش عارف يشكره، لا القديس أوغسطينوس يقول لما أنت تستنير بعطية نور الحياة التي يعطيها لك المسيح يكشف لك كثرة عطاياه، تقول له أشكرك على إيه ولا إيه يا رب؟ أشكرك ده أنا يكفيني إن أنت مخلي فيا نفس، يكفيني إنك أنت مخليني موجود إلى هذا اليوم. وتعرف تشكر ربنا على طول، يكشف لك كثرة عطاياه فتشكره. ويقول القديس أوغسطينوس كمان عن الاستنارة اللي يأخذها الإنسان من العطية بتاعت نور الحياة، يقول إيه؟ يريك فضائل الناس فتحب الكل. يعني بدل ما أنت تبص على الناس وتدينهم، أو أنا أبص على الناس وأدينهم ودينهم، لا أبص على الباقيين أقول له يا رب أنت جميل يا رب. مفيش واحد أنت سبته ومن غير ما تديله فضائل كتير يا رب، لأن أنت غني وأعطيت الكل فضائل. وبدل ما أنت تدين الناس تلاقي نفسك بتمدح الفضائل بتاعتهم وبتحبهم، ما عندكش أي كراهية بالنسبة لهم. ويستمر القديس أوغسطينوس عن الاستنارة التي يعطيها ربنا في نور الحياة العطية بتاعت الأحد الرابع، يقول لك يكشف لك فائدة كل المخلوقات فتحبها. كل المخلوقات، تبص كده على العصافير تحبها، تحط تبص على الورود تحبها، تبص على أي مخلوق أقول له عظمتك يا رب، عظمتك في كل الخلقة دي، وتحب كل المخلوقات ولا تكره أي حد من المخلوقات. ويكمل بيقول يجذب قلبك لمحبة لما تستنير بنور الحياة، بعطية نور الحياة، إنك أنت ماشي مع المسيح. لما تستنير بعطية نور الحياة يجذب قلبك لمحبة السماء، تشتاق للسماء وتنك تفكر فيها وتنك تعمل من أجل يكون نصيبك في السماء. بتفكرني الحكاية دي بحبيبنا مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأمبر ويس، الذي كان متشعلق بالسماء. كل عظة لازم تنتهي إن هو بيتكلم على السماء وحلاوة السماء والاشتياق للسماء، وكم هو جميل يا رب إن أنا أكون في حضنك في السماء. كل اشتياقاته كل عظاته كل حاجة لازم تنتهي
باشتياقه الكبير للسماء. لذا هو الآن في أحضان القديسين في السماء التي تمتع بيها. إذا يا أحبائي، العطية بتاعت النهاردة دي عطية نور الحياة، نعمل كل جهدنا إنها تكون ظاهرة في حياتنا. أنا هو نور العالم، لا اللي حفظناها، أنا هو نور العالم. المسيح بيقول من يتبعني لا يمشي في الظلمة، الظلمة يعني الخطية والنجاسة والحزن والاكتئاب والزعل، لا، من أنا هو نور الحياة، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. نور الحياة ده كإنعكاس من النور بتاع المسيح عليا لما أنا أكون ماشي مع من يتبعني، من يتبعني يكون له نور الحياة. وهذه التبعية واضحة جدا في كل حياة القديسين. ونيجي نرسم حوالين رأسهم هالة من نور كده، هم دولت اللي تبعوا المسيح، سواء رجال أو سيدات، كبار أو صغيرين، كلهم على وشهم الهالة من النور دي لأنهم تمتعوا بعطية نور الحياة. نشكرك يا رب يسوع المسيح أجل محبتك، إنك متعتنا بالحكاية دي يا ربي. ما خليتش النور بس أنت عندك يا رب النور، لكن بنورك إحنا يا رب بنعاين النور. نور في قلوبنا، نور في حواسنا، نور في أفهامنا، نور في تفكيرنا، نور في طريقنا. خلي الطريق قدامنا منور، خلينا يا ربي نبص بنظرة مستنيرة ونكون لنا الفرحة الكبيرة يا ربي إنك أنت أعطتنا هذا النور، نور الحياة، النور اللي انفرد به ولادك عن بقية الناس. نور الحياة يفرحنا، نور الحياة يباركنا، نور الحياة يخلينا لا يمكن نفقد أملنا. فرحانين 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 لأنك أعطيتنا هذه العطية الجزيلة، وزي ما أعطيتها لنا إحنا نسلمها لأولادنا. لازم نفرحهم، لازم نسعد أولادنا، لازم نعتني بيهم، لازم نعمل أقصى ما عندنا معاهم ونتأكد إن هم متمتعين بنور الحياة أيضا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. شاكر أفضلك وأشكركم إن إحنا كنا مع بعض، وأشكر الأخ باسم على التسجيل وكل حاجة. إن شاء الله يكون موجود على اليوتيوب، تقدروا تسمعوه تاني إذا حبيت. جزيل الشكر، كل سنة وأنتم طيبين، المسيح معكم. أمين. الليلويا زوك سابتريك أيوك أجيب نيف ماتي كانين كائن كيستوس يونا ستوني أونون آمين ترانشي بولينجو إموجي آبين شوي سيسوس بخريستوس ابقولو انت ابقى او افتن في والخني اسمو ادخن بي اهو او اما شم سوتي امونو وهنينان كريا ليسون كريا ليسون كريا فلوجيسون امين اسمو ايرويس مو ايرويس تي ما تانيا كوني ايبول جوم بي اسمو بخريستوس بن نوتي آمين ساشوبي. تفضل يا ابي، تفضل وتسوونا. أشكرك. بسم الله أبو الابن روح قصاد أمين. نشكرك يا رب حبيبنا مخلصنا يسوع المسيح من عمق القلب على كل شيء يا رب. نشكرك يا رب لأنك جيت لهذا العالم لتكون نور للعالم، أتيت لكل إنسان عشان تعطي نور يا رب. العالم ماشي في ظلمة في هذه الأيام، أنت يا رب المصدر الوحيد للنور اللي قادر تطلع العالم من الظلمة ومن الألم ومن التعب ومن المرض ومن كل حاجة العالم بيمر بيها. يا يسوع المسيح يا ابن الله الحي، اشرق بنورك علينا يا رب، واملأ قلوبنا يا رب بنورك، وساعدنا يا رب ان احنا ننتصر على كل حاجة. كما غلبت العالم علمنا يا رب ان احنا نغلب العالم، نتغلب على الخوف، نتغلب على كل حاجة بنعيش فيها في العالم ده بتبعدنا عنك. قربنا ليك دايما يا رب، أعطينا يا ربي معونة دائمة، أعطي بركة في كل بيت، أعطي نورك يا ربي ودخل نورك في كل بيت وفي كل أسرة وفي كل قلب. كن يا رب مع شعبك وساعد شعبك، ادينا يا رب قوة من عندك دائمة بشفاعة أم العذراء مريم وجميع القديسين. صلوات أبونا رويس، صلوات أحبائي وإخواتي، اجعلنا يا رب مستحقين بشفاعتك، بشفاعة ومن العذراء حنون. قل لك كل شكر يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافا أعطينا اليوم،
اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن والأبد. أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، وسلام الرب يكون مع جميعكم. ربنا معكم، نشوفكم خير.